الأرز بالحليب تكفي 6 أشخاص. المقادير: لتر أو 4 أكواب حليب، 100 غرام أو نصف كوب أرز حبة قصيرة مسلوق، 100 مللتر أو نصف كوب كريمة سائلة للطبخ، 100 غرام أو نصف كوب سكر، 2 ملاعق طعام نشاء الذرة، 4 حبيبات مسكحب، فستق أخضر مبشور للزينة، لوز مبشور للزينة، وجوز الهند للزينة. طريقة التحضير: نسكب الحليب في طنجرة ونضيف له 2 ملاعق طعام نشاء والسكر ونحرك حتى يذوب تماما. نطحن المسك في الهاون ونضع معه 2 ملاعق صغيرة من السكر لكي يساعد على الطحن، ثم نضيفه إلى طنجرة الحليب. نطوي الحليب على نار متوسطة حتى يغلي مع التحريك باستمرار. نضيف كريمة الطبخ مع التحريك ونتركه يغلي لمدة 2 دقيقة مع التحريك. نضيف الأرز ونتركه يغلي على نار هادئة لمدة 3 دقائق، ثم نضيف كريمة الطبخ مع التحريك ونتركه يغلي لمدة 2 دقيقة مع التحريك. نسكب الأرز والحليب في أواني فردية ونتركها ترتاح في البراد مدة ساعة. نزين بجوز الهند والفستق المبشور واللوز المبشور.